موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم. اشتباكات عنيفة وقصف بالهاون تشهده قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي بين قوات العشائر وقسد، نتج عنه سيطرة قوات العشائر على قرى الشيطاط أبو حمام، الكشكية، غرانيج بالكامل، إضافة إلى مقتل وأسر عدد من عناصر قسد. إصابة 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء جراء استهداف قوات الأسد بصاروخ موجه دراجة نارية ب3 عجلات كانوا بالقرب منها أمام منزلهم بقرية لنشيك غرب حماة بحسب الدفاع المدني. توثيق مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح، إضافة إلى تسجيل 3 حالات تتعلق بالخطف والاعتقالات التعسفية في محافظة السويداء خلال شهر تموز الماضي وفق شبكة السويداء 24. قوات الأسد تعتقل نحو 90 سوريا بعد عودتهم من لبنان خلال شهر تموز الماضي وفق موقع العربي الجديد. المحافظ اللبناني رمزي نهرة يصدر قراراً ينص على إخراج اللاجئين السوريين غير الشرعيين من بلدة كرب سدة قضاء زغرتة شمال البلاد خلال مهلة 15 يوماً. العشرات من أبناء قرى ريف الراعي شمال حلب يحتجون أمام المجلس المحلي في المدينة على خلفية نقل حراقات للنفط من منطقة ترحين شرق حلب إلى قراهم.